الحقيقة زي ما قلنا يعني كتير جدا بيربط التغذية أو أنواع الغذاء بحالته النفسية، سواء سعيد أوي أو حزين أوي أو مكتئب. يا ترى إيه هي هذه العلاقة؟ هل هي مجرد إحساس ولا هي مرتبطة بهرمونات، مرتبطة بشكل علمي؟ ده اللي هنعرفه بشكل علمي سليم ومبسط من خلال هذا اللقاء اللي بتسعدنا وبتشرفنا فيه الدكتورة علا علي موسى، استشاري التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك معانا يا دكتورة علا، وبنصبح على حضرتك. كيف أنتم؟ ميرسي جدا. دكتورة علا، اسمحي لي كده نبدأ سريعا عن ارتباط التغذية بالحالة النفسية. وأكيد حضرتك بتسمعي كتير كتير جدا مننا يقول إيه، أنا لما ببقى مبسوط قوي قوي باكل كتير، وفي العكس يقول لا أنا لما ببقى مبسوط ما أكلش، وفي العكس حد يقول أنا لما ببقى مكتئب وزعلان جدا وحزين ممكن أكل كتير، وفي برضو العكس. يا ترى يعني فسر لنا كده هذه العلاقة بشكل علمي سليم ومبسط. تمام يا فندم. هو العلاقة ما بين التغذية العلاجية والصحة النفسية علاقة قوية جدا. أي. ذات شقين، الشق الأول تأثير التغذية على الصحة النفسية، والشق الثاني تأثير الصحة النفسية أو الحالة النفسية بوجه عام على التغذية. تمام. لما نحب نفهم الشق الأول اللي هو تأثير التغذية على الصحة النفسية، لازم نعرف أن في بعض المواد اللي موجودة في الغذاء بتاعنا العادي جدا. أي. زي السكريات الطبيعية اللي موجودة في الفاكهة. أي. زي مثلا البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي موجود في الموز والخوخ والبرقوق. تمام. زي مثلا الكلوروفيل اللي موجود في كل الورقيات الخضراء زي الجرجير والكابوتشا والخس، زي مضادات الأكسدة، زي مضادات التجلط، زي مضادات تكوين الخلايا السرطانية. الكلام ده موجود بكثرة في الثوم، في البصل، في البروكلي، وموجود في الفاكهة، في البطيخ، في الشمام، وهكذا. أوميجا، سواء كانت الأوميجا 3 6 9 موجودة برضو في الأسماك وموجودة في المكسرات. فيتامين دي موجود برضو في صفار البيض وفي بعض الفواكه والخضروات زي الجزر والبرتقال. كل المواد دي لو قدرنا ان احنا نغطي بها يومنا، سواء كان في الوجبات الأساسية أو الوجبات الخفيفة. أيوة. المواد الصغيرة اللي أنا قلتها لحضرتك دي لها تأثير إيجابي مباشر على تحسين الحالة المزاجية للإنسان. تمام. ليه بقى؟ لأنها بتنظم المسارات العصبية داخل المخ. أيوة. بترتب الذبذبات اللي خارجة من المخ لباقي الجسم. تمام. بتنظم وبتخلي فيه تناسق ما بين الذبذبات العصبية والإشارات العصبية، فبتخلي فيه تناغم في الجسم كله. طيب ما الهرمونز والإنزيمز اللي خاصة بالسعادة والبهجة والاتزان الانفعالي والاتزان العاطفي زي الأندورفين والدوبامين والسيروتونين، ما دول برضو من ضمن التنظيم الحيوي لهذه المواد. فلو قدرنا ان احنا نغطي يومنا بهذه المواد، هنلاقي ان احنا مزاجنا فعلا كويس، في حالة مزاجية كويسة، عندنا ثبات انفعالي، عندنا قدرة على التركيز، عندنا حتى اتزان في ردود أفعالنا. وهكذا. على الصعيد الآخر بقى العكس. طب اسمحي لي دكتورة علا نقف عند النقطة دي، هل ممكن نعمل زي يعني مش عايزة أقول روشتة عشان ما نشبهاش بمرض، ولكن نعمل نظام غذائي فيه هذه المواد الجميلة كلها الطبيعية اللي حضرتك أشارتي إليها، بحيث فعلا تساعدنا على تحسين المزاج وعلى الثبات الانفعالي؟ هل ممكن نعمل نظام غذائي طبعا. يعني لو حضرتك أشارتي نكون حريصين مثلا في الفطار على تناول كذا وكذا، في الغداء كذا وكذا، هل نقدر نقول ده في شكل سريع؟ تمام حضرتك. فضل. أنا هاخد من كلمة حضرتك الإيه بشكل طبيعي، نرجع للطبيعة. ده أجمل يعني حاجة يا دكتورة. ودي اللي أنا كنت هتناوله في الشق الآخر اللي هي في المواد المصنعة والحاجات المصنعة. إحنا لو رجعنا للطبيعة، الفول، البيض، الجرجير، الخس، وهكذا. يعني حتى لو حضرتك قارنتي ما بين اتنين رايحين الجامعة مثلا. أيوة. واحدة فطرت طبق مثلا فول بزيت الزيتون وكوباية شاي أخضر، والتانية فطرت قطعة جاتو مثلا وكوباية لبن كامل الدسم أو كوباية بيبسي مثلا. معجنات أو مواد غازية. مين فيهم اللي هيبقى عنده قدرة على التركيز؟ مين فيهم هيبقى عنده قدرة على ردود الأفعال الصح والإيجابية في التعامل مع الناس؟ أكيد طبعا اللي يعني طبق الفول الجميل بتاعنا ده اللي البعض بيستهين بيه، ولكن قد إيه قيمته الغذائية عالية جدا. طبعاً. مع بيضة مسلوقة دي حاجة جميلة قوي. والخضروات والفاكهة، يعني نرجع بقى لإيه، للأصل الطبيعي. صحيح صحيح. بدليل بقى الشق الثاني أو مش الشق الثاني، يعني إيه على الصعيد الآخر بقى، المواد المصنعة اللي موجودة في كل اي حاجه بتتفتح، اي حاجه كان فيها صحيح. مواد مصنعه زي بنزوات الصوديوم وحاجات كتير. تمام. دهون مشبعه زي في الفاست فود والحاجات الجميله بقى، مستارده وكاتشب والحاجات دي. في كمان بقى السكريات المصنعه اللي موجوده في المشروبات الغازيه. والموضه الجديده اللي هي تعتبر لعنه، يعني اللي هي المشروبات الطاقه. مشروبات الطاقه دي عباره عن مشروب مليان كالوريز وكافيين. معظم الدول دلوقتي يعني العلميه او اللي هي مهتمه بالابحاث العلميه عملت مشروبات
خاليه من الكافيين. وهنا برضو في مصر على فكره بدانا يبقى فيه مشروبات حتى القهوه بدات تبقى خاليه من الكافيين نظرا لخطوره الكافيين على الجهاز العصبي. فاكره حضرتك اللي انا قلته في الشق الاول اهو كميه السكريات المصنعه، كميه الكافيين الجامده دي، كميه الفليفرز اللي موجوده في بعض البطاطس اللي هي المصنعه والمكرمشات والكلام من ده لها تاثير ايجاب سلبي مباشر على الجهاز، بتخلي الجهاز العصبي في حاله اضطراب. النقطه دي بقى انا عايزه كل اسره مصريه تاخد بالها منها في ايه، لانها هتفسر مشاكل كتيره بنتعرض ليها. صحيح. الذبذبات العصبيه الرهيبه، الضغط العصبي الرهيب على الجهاز العصبي بتخلي ما فيش توائم ما بين المخ وما بين الجهاز العصبي. الجهاز العصبي عمال يفرز ذبذبات المخ مش عارف يترجمها. وبالتالي لو في طفل او الحاجات دي في طفل لسه في مرحله النمو بيبتدي بقى فرط الحركه. صحيح. بنجد ان الطفل عمال يتحرك في حاجات عجيبه، تصرفات غريبه. صحيح. مش قادر يذاكر. وده اللي يفسر لنا يا دكتوره تاكيدا لكلام حضرتك انه الاجيال الحاليه للاسف يعني في سن المراهقه ما بين 12 سنه و 16 سنه هذا السن صعب جدا ان هم معتمدين بنسبه كبيره في اكلهم على المصنعات وعلى الحاجات وعلى الفليفرز والمقرمشات والحاجات دي. حضرتك بقى سبقتيني في النقطه اللي كنت لسه هقولها. مش قادرين نسيطر عليهم بالقدر الكافي، يعني في امهات كتيره جدا بيحاولوا بقدر الامكان في البيت يعملوا الحاجات دي بشكل، ولكن برضو بيلجأوا اكيد اولادنا بيلجأوا لشراء الحاجات الجاهزه. طبعا دي. طبعا زي ما قلت لحضرتك لو يعني لو بدأناها من الطفل، ما هو الطفل ده هيبقى شاب بعد شويه. ده لدرجه ان فرط الحركه دي بتمتد اثناء النوم، بتلاقي الطفل بيرفص كتير جدا، يقوم من النوم يتكلم ويرجع تاني. الاسره بتنزعج، بتبتدي بقى بيضرب اخواته، بيبتدي العنف ان هو يكسر اللعب بتاعته، يشخبط في الكتب، يقطع ورق. صحيح. عنف مع زمايله وهكذا. ابسط الامور يبقى عنيد في التعامل مع باباه ومامته ومع المدرسه في المدرسه. طبعا بقى تحسين السلوك والكلام من ده. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لو كبر بقى بهذا الشكل بدانا نشوف حتى الهزار ما بين الشباب بالايد. التعصب سواء كان كروي او او مثلا راي معين، مفيش ثبات انفعالي. صحيح. مفيش ذكاء. صحيح. اجتماعي، مفيش حتى يعني ذكاء في ردود الافعال، كل حاجه على طول على طول يعني سريعه. وده مشكله. طيب دكتوره علا، علشان وقتنا بس عشان فقرتنا تبقى مفيده لكل الساده المشاهدين، ازاي نحمي اولادنا بقى من اللجوء الى هذه الاكلات اللي هي فيها مواد حافظة؟ ازاي نحميهم وازاي نجذبهم للاكلات الطبيعية عشان نقدر بقدر الامكان نتدارك الاخطاء الماضية؟ والله انا لو قلت كلام نمطي يعني مثلا نحسن من نمط الحياه والكلام ده مش هينفع. احنا لازم نبتدي من الاسره لازم يبقى فيها يعني حب، لازم يبقى فيها الجلسات اللي احنا كنا بنعملها في ايام زمان، نجمع الاولاد وبلاش بقى المكرمشات والمش عارفه ايه، نرجع تاني الترمس، حمص الشام، حتى لو الفول النابت، اللب السوداني، مش لازم بقى المكسرات الغاليه. حتى لو شرايح جزر وخيار وكابوتشه، ونبتدي نتجمع قدام التلفزيون، نبتدي نقول اخبارنا. من هنا يبتدي الاكله تبقى مرتبطه بالكلام الحلو بالقعده الحلوه وهكذا. انما دلوقتي كل الشباب اكلاتهم مرتبطه بره. انا عايز اخرج مع اصحابي يبقى جانك فود وهكذا. صحيح. طيب كلمه من حضرتك برضو للشباب يا دكتوره، ان ممكن تاثير هذه المواد المصنعه ما يبقاش النهارده ولا بكره ولا بعده، ممكن بعد سنتين بعد ثلاثه انت هتشوف هذا التاثير السلبي على صحتك. لانه كتير جدا من الشباب يقول لك ما انا باكل الكلام ده من سنتين ولا بيحصل حاجه يا جماعه. صح. انتم مكبرين الموضوع زياده. لا، ما هو انت يا حبيبي لما هيبقى عندك 28 30 سنة هتشوف هذه الأثار السيئة. فكلمة برضو لحضرتك نصيحة للشباب، لأنه ممكن يتقبلوا نصيحة من حضرتك. طبعاً. يعني الشباب طبعا من عنده لازم يعني بيعتمد على تجربته الشخصية. أيوة. فأحسن حاجة أن أنا أقول له بص للي قبلك اللي كان معتمد على، حتى اللي بعدك بسنتين ثلاثة واخد بال حضرتك، اللي كان معتمد على هذه الوجبات وعلى هذه المشروبات الغازية وهكذا، هل أنت عايز تبقى زيه في ردود أفعاله؟ هل مثلا أكيد أنت بتسمع شكاوى أخوك الكبير أو حتى أصحابك الكبار اللي يقولك انا عندي ارق، انا مش عارف انام، ما كل ده برضو من اثار الحاجات دي. صحيح. انا مكتئب، انا بدات اشعر ان انا، ما التوحد على فكره ممكن يبقى للكبار برضو. دايما بنسمعها انا عايزه اقعد لوحدي، مش عايزه اكلم حد وهكذا. هل يا ترى انت عايز النموذج ده ولا عايز النموذج الرياضي ده؟ صحيح. النموذج الرياضي اكيد ما بيشربش المشروبات الغازيه، اكيد ما فيش حاجه اسمها مشروبات طاقه. حتى بيعملوا تحاليل لو لقوا حاجه مشروبات طاقه ولا بتاع بيمنعوا. صحيح. انت عايز النموذج ده ولا النموذج ده، واختار بنفسك. هو طبعا انما لو قلت بقى الحاجات النمطيه لازم
وجبه مش عارفه ايه وخلاص. صحيح. مش بيتقبلوا دلوقتي. هي فعلا دايما القدوه ولو شافوا نماذج مشرفه ده بالتاكيد هيبقى مؤثر ومشجع بالنسبه لهم. والعوده الى الطبيعه، ونشجع الامهات بقى بقدر الامكان العوده الى طبق السلطه الخضراء الجميل بتاعنا، سلطه الفواكه الحلوه بقدر الامكان يعني. عموما دكتوره علا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، واكيد هيكون لنا لقاءات قادمه مع حضرتك. شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بنتمنى تكون كل الفقرات نالت اعجابكم. انتظرونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، وبنصبح عليكم.